بسم الله الرحمن الرحيم. My dear students, hello. Primary 5. Our booklet, page 44. Last lesson about probability. Choose the correct answer. The meaning of probability اللي هي الـ event, الأحداث أو الاحتمالات. Say مثلا using tossing regular coin. لو احنا مثلا معانا الميتاليك كوين بتاعتنا طبعا كلنا عارفينها, say مثلا اللي هو 1 باوند, عندي فيه 2 فيس, ده بنسميه التيل وده بنسميه الهيد, يعني ليها كام فيس؟ 2 فيس. يبقى التوتال بتاع الفيسز عندي 2, تمام كده؟ طيب لو احنا مثلا بن بلاينج مثلا توسينج كوين, بتبدا انت تحركها مثلا اب وتسيبها, بتنزل مثلا بيظهر لك مثلا سي 1 فيس, يبقى 1 فيس فروم 2. يعني البروبابيلتي بتاعتنا ممكن نقول ان المينينج بتاعها لو كان في امبوسيبل ايفنت يعني حاجه محتمله, بيبقى المينينج بتاع الريزلت فراكشن. فراكشن ازاي؟ يعني مثلا الوقت انت هيظهر قدام منك 1 فيس من 2 فيس, فبالتالي المينينج بتاع الانسر هيكون ايكوال هاف. ال1 ده اللي فوق ده عندنا شباب, ده اللي هو الايفنت نفسه او الاحتمال, يظهر 1 فيس, التوتال بيكون تحت اللي هو اوفر ايه 2. ما ينفعش اقول 3 اوفر 4 لان ما فيهاش 4 فيسز ولا 3 فيسز, تمام كده. وما ينفعش اقول 1, ال1 اللي هو ايكوال 2 اوفر 2 لا مش هيظهر الـ 2 faces في نفس الايه الوقت. طيب نجرب نفهم تاني برضو مع الميننج للـ probability. لو قلنا في حاجة اسمها impossible event يعني حاجة مستحيلة ان هي تحصل, الميننج بتاعها عندنا في الماس equal 0. طيب هنقول برضو مثال على الـ impossible دلوقتي, سي مثلا اللي هو letter D, the probability that the elephant flies, هو الفيل الاليفنت ده ممكن يطير, استحاله طبعا, فبالتالي الايفنت بتاعه ايكوال ايه 0. ففهمنا كده معنى الامبوسيبل يعني حاجه ايكوال 0. طب السيرتن ايفنت او الشور ايفنت نفس المينينج ايكوال 1, حاجه اكيد هتحصل, تمام كده. يبقى عندي هنا البروبابيلتي لليتر سي اوف ذا سيرتن ايفنت ايكوال 1. طيب المينينج البروبابيلتي برضو عندنا مثال لل equal 1 اللي هو السيرتن, الاكزامبل بتاعه letter E برضو, it is space that the sun rise from east, هي الشمس تشرق من الشرق, اكيد sure event, sure او certain. طيب تعال نجرب مع بعض برضو مع الفيرداي اللي هو حجرة الزهر ده اللي عامل زي الكيوب بالظبط, لو تفتكروا المينينج بتاعه اللي احنا بنلعب بيه كده في بعض التويز اللي موجود عندنا في البيت, ادي 1 3 5. لاحظ كده ان انا بحاول اكتب جروب اوف نمبر, كلنا طبعا فهمنا المعنى بتاع الجروب الاولاني خالص ده اللي احنا بنسميه ايه, اود ايه نمبر, ماشي, اللي هو ال1 وال3 وال5. طب لو عارفين طبعا ان الفيس بتاعها في 2 وال6 وال4 even نمبر, تمام. طيب لو نفتكر خدنا في الجريد 4 حاجه اسمها البرايم نمبر, انا هحاول اجمعهم برضو كده في شكل بحيث هنشوف ال3 فيس اللي هم برايم نمبر, ال2 وال3 وال5, ده اللي احنا بنسميه اللي هو البرايم ايه نمبر. هنلاحظ كده مع بعض البرايم نمبر والايفن والاود نمبر عباره عن كام فيس من التوتال 3 فيس. طبعا احنا عارفين ان الفيرد اي ليها 6 فيس,
ان هي الشيب بتاعنا عبارة عن كيوب، والكيوب هاز 6 فيس. طيب يبقى ممكن نقول ان الاود ده عبارة عن 3 فيس اوفر 6 لو عملنا سمبليفاي ايكوال ايه هاف. نفس الشيء برضه ادي 3 فيس، التوتال اولاد بكده تحت اوفر 6 ايكوال هاف. عندي برضه هنا 3 فيس اللي هي البرايم نمبر، السمبليفاي ايكوال هاف. جت منين هاف يا مستر؟ هنعمل ديفيزابل باي 3 فوق وتحت، ديفايدد 3 ديفايدد 3 ديفايدد 3 1 6 ديفايدد 3 2. نفس الشيء برضه هنا ديفايدد 3 ديفايدد 3 1 2 ديفايدد 3 ديفايدد 3 1 اوفر 2. يبقى انا عندي هنا الفاليو للريزلت بتاعنا هاف مع مين؟ لو قال لك اود، لو قال لك ايفن نمبر، لو قال لك برايم نمبر، هاف هاف هاف. تعال نشوف مع بعض كده. طبعا هو بيتكلم على الريجولر نمبر كيوب اللي هو الداي اللي هو الحجرة الزهرة ده. complete the following: the probability of getting an even number. لسه قليل من شوية، هو الايفن اللي موجود على الفير داي اللي هم مين؟ ال 2 وال 4 وال 6 يعني 3 فيس اوفر 6. لو جالك في الكومبليت مثلا ممكن تعملها سمبليفاي طبعا ايكوال هاف، ممكن تلاقي في التشوز يا 3 اوفر 6 او 1 اوفر 2، المهم الريزلت هاف. طب الاود نمبر، الاود اللي احنا قلنا عليها ال1 وال3 وال5 برضه 3 اوفر 6 ايكوال هاف. طب جيتنج برايم نمبر، برايم نمبر لسه قايلين عليه 3 اوفر 6 ايكوال هاف. ركز بقى في الايه من اول فور كده. جيتنج ذا نمبر 5، هو ال5 بيظهر عندي كام مره في الفير داي؟ هو ليه فيس واحد بس يعني 1 من التوتال تحت بيتكتب يا اولاد اوفر 6 يعني 1 فيس اوفر 6 وانا هسمبليفاي. طب جيتنج ليس ذان 3، اقل من 3 التول 1، التول 1 يعني كام فيس كده؟ بقوا 2 فيس اوفر التوتال 6. ممكن اعملها سمبليفاي ديفايدد 2 ديفايدد 2 هتيكوال معايا 1 اوفر ايه 3. طيب the probability getting a number more than 2، مين هما الاكتر من ال2 ال3 ال4؟ عندي ال3 وال4 وال5 وال6 كام فيس كده؟ 4 فيس. ال4 over ال6 نعملها simplify divided 2 divided 2 هتيكون معايا فوق 2 over ايه 3. طيب the probability getting number 7، سؤال ليكوا كلكوا، هو في حاجة اسمها 7؟ في نمبر 7؟ في فيس مكتوب عليه 7؟ يعني لما نيجي نعمل كاونت للبوينت اللي موجودة دي هنلاقيها 7؟ لا استحالة، الفير داي آخر حاجة يعني الـ greatest number فيه 6 لكن مفيهوش 7، يبقى الإجابة إيه؟ 0. واحد يقول لي يا مستر طب ما تعملها لنا فراكشن، ما أنت عودتنا على الفراكشن، خلاص أوكي 0 over الـ 6 فيس برضه إيكوال إيه؟ 0. 0 over any number equal 0. طب the probability of getting a number less than 7، هما كله less than 7 اللي هو 6 faces over the total 6 يعني هي equal معك بكام؟ 1. طب divisible by 3، يا ترى بقى نبص مع بعض كده على الفير داي ايه النمبر اللي هي divisible by 3؟ اولا ال 3 يعني مثلا هقول 3 divided 3 تمام كده. تعالى كده شوف معايا ال 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 1 ينفع divided يعني مثلا 3 divided 1 اه ينفع، ال 1 برضو عندي ينفع، ال 5 لا، ال 4 لا، ال 2 لا، ال 6 هقول مثلا 3 divided 6 اه equal 6 divided 3 equal كام؟ equal 2. طيب مين تاني ينفع divided؟ طبعا لو لاحظنا حاجة هنا هو divisible by 3 هنكنسل ال 1 لسبب، لان المينينج بتاعها لو قلت مثلا ال 3 ال 1 divided 3 هيديني 1 over 3 fraction، احنا عايزين الاجابة هو النمبر تمام كده، فهنكنسل الايه ال 1 خلينا في ال 3 والايه وال 6 دلوقتي تمام. طيب divisible by 3 عندنا ايه تاني؟ ال1 قلنا لا، ال3 itself اه، ال5 لا، ال2 لا، ال6 تمام، ال4 نو اتكلمنا على ال2 وال5 قبل كده. طب يبقى الديفيزبل باي 3 كام فيس كده؟ 2 فيسز بس اللي هو ال6 والايه وال3 تمام. هنكنسل بس الجزء بتاع الشرح ده، يبقى الريزلت عندي 2 فيسز اوفر ال6. هنعمل سمبليفاي
divided 2 divided ال 2 2 divided 2 equal كام 1 6 divided 2 equal كام 3 1 over 3. عندنا برضو في other example بيتكلم على container يعني باك كده عاملة زي مثلا الكيوبويد او زي اللانش بوكس بتاعك كده، موجود جواها ايه بقى؟ 4 white balls و 9 red balls و 6 black balls. One is taken out and random calculate the probability that that the pool is. طب سؤال هنا، لما يديك كونتينر وفي جروب اوف بولز، مجموعه الكرات اللي هي ليها الوان كولرز معينه هيت، تمام كده، هو بيتكلم ان الكونتينر فيه فايف وايت والناين ريد السكس بلاك، يبقى نجمل الصم ليهم او متلاقي كده لازم تعمل صم الفايف بلس الناين بلس السكس 6 plus 9 equal 15 plus 5 equal 20. يبقى التوتال بتاعنا كام؟ 20 pools. ما ننساش ان ال 6 دي اللي هي البلاك، ال 9 دي اللي هي الريد، ال 5 اللي هي الوايت. طيب getting red، هو عندي الريد قد ايه؟ 9 over التوتال. getting green zero يا مستر، لان مفيش green اصلا. البلاك 6 6 over 20. طب ما نعملها simplify divided مثلا 2 divided 2 become 3 over 10. طيب white or black، كلمة or دي هنعملها sum، يعني هنعمل sum للwhite مع البلاك. الwhite اللي هم ال 5، البلاك عندي اللي هم ال 6. 5 plus 6 equal 11 over 20. نقولها تاني، الوايت عندنا كام؟ 5 plus البلاك 6 over 20، يبقى 11 over ايه؟ 20. طب البلو، هو في عندنا بلو يا جماعة؟ مفيش، equal 0. لسون سهل جدا ان شاء الله، حاول تطبق عليه كده من الاكسرسايز الموجود عندك في الكتاب ان شاء الله. لو في اي اكزامبل مش مفهوم حاول تبعته لي. ثانك يو اند جود باي.